حمص حي باب السباع حي نوريجي شارع الشهداء 19/2011 ضرب القضايا الهام القضايا الاستثمارية المواطنين العزار. بعده عنه كم مرة الواحد يحكيكم؟ أعطيته إذن استعملت حق الفيتو يا روسيا ويا صين أجل ضرب القضايا الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا بعينكم شو صاير، شوفوا الدمار والتخريب. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا بعينكم هاي صيدلية. هاي صيدلية شوفوا شو صاير فيها، هاي اسمها صيدلية. هاي صيدلية. الله أكبر عليكم، لعنة الله على الأسد. شوفوا الدمار بعينكم. خلاص هي باريس بابا المريجي شارع الشهداء.